الجي اي تي وياها اكسسوارز اللي هي ليفر والبلادر بنكرياس، بالاضافه للسالفري جلاند هم ناخذهن من الضروريات. يعني الجلاند ضروري جدا واحد هم يطلع على الهيستولوجي مالتها. ناخذ البنكرياس. البنكرياس مثل ما تعرفون هي ميكست اكسوكرين واندوكرين جلاند، تعرفوها هاي اكيد. الهيستولوجي مالتها يعني ان جنرال، هذه معلومات بسيطه، انه هي ثين كبسول محيط بها، والثين كبسول اكستندد فروم تو ذا انسايد اكو سبته، فتقسم لك البارينكايما اوف ذا جلاند انتو مالتيبل لوبيوتس. اذا اوكي هي اكو فد كبسول، والكبسول هو عباره عن فايبرس تشو اكستند فروم اوتسايد تو انسايد اكو فد مالتيبل ثين سبته سيبريتد ذا بارينكايما انتو مالتيبل لوبيوتس، فهي الوحده التركيبيه مالتها واللوبيوتس تقريبا. الاكسوكرين بارت اورجنايز از ا كومباوند تيوبولو اسينر جلاند. الجلاند مالته تيوبولو اسينر كستركتشر سيميلر تو ذا باروتيد جلاند، نفس الباروتيد جلاند سالفري جلاند. الاندوكرين بارت ار ايلت اوف لانجر هانس، سامعين بها انتم ايلت اوف لانجر هانس كترد امونج ذا اكسكريتري يونت. يعني وين هذا الاكسكريتري يونت؟ اكو بي ايلتس موجوده، هي الاندوكرين جلاند اوف بنكرياس، فالبنكرياس هي اكسو اندوكرين. السنترو اسينر سيل occupy the lumen of the acini. These cells are the beginning of the duct system, naive duct system. اكو سنترو اسينر سيل، اكو الاسينر سيل واكو يسمونها سنترو اسينر، هي اللاين مال اللومن، ومنها تبدا عمليه الدكت فورميشن، وتبدي مثلا عندك كاليتد دكت انتركاليتد، بعدين انترالوبيولار، بعدين انترلوبيولار، وبعدين الميجر دكتس مال البنكرياس اللي بعدين تصب بالسكند بارت اوف الدودينوم. فالسنترو اسينر سيل هي occupied او lining the lumen of the acini. يعني عندك احنا قلنا تيوبولو اسينر، يعني اسينر وتيوبولو ستراكشر. هسه ناخذها بالرسم حتى تصير الصوره واضحه عندك، انه هي البنكرياس تتكون من تو بارت اللي هي اكو ليش قلنا احنا عليها تيوبولو اسينر، التيوبولر داكت او التيوبولر سيستم والاسينر، فالجلاند هي عباره عن اسينر وبعدين يجي التيوبولر سيستم. البيجنينج اوف تيوبولر سيستم منين يبدا؟ هاي بدايه من السنترو اسينر، سنترو اسينر يعني جاي من السنتر مال الاسينر، يعني الاسيناي بها لايننج لومن، اللايننج مال الاسيناي اللي الاسيناي هي السكريتري جلاند او الفانكشنال يونت او بنكرياس. اكو لايننج لللومن او للجلاند نسميها السيل نسميها سنترو اسينر باعتبار هي صايره بالسنتر اوف اسينر، ومنها تبدي عمليه تكوين الدك سيستم. سنترو اسينر سيل ار بيل لو كيوبودال وذ ريسبتر فور سكريتين اند استال كولين. يعني هذين مهمات اللي هو الفانكشن مالتها الكونتراكشن والفانكشن مالتها على ذني تو هرمونز. انتر تبدي انتركليتد داكتس اول ما تبدي، بعدين يعني سنترو اسينر سيلز تبدي تعطيك الانتركليتد داكتس، بعدين انترالوبيولار داكتس، بعدين انترلوبيولار داكتس، بعدين الميجر داكتس، عندنا المين داكت ميجر داكت، وعندنا اكسسري كذلك داكت البنكرياس. البنكرياس السر السيل ار truncated pyramidals in shape basophilic. هذه السرة السال مال البنكرياس basophilic with round nucleus that it is located basally located rough endoplasmic reticulum Golgi apparatus and secretory granule موجودة بها. زيموجين granule contain trypsinogen chymotrypsinogen carboxy peptidase ribonuclease دي ان ايز لايبيز لاستيز اماليس. هاي تعرفونها كلها الهرمونات او السكريشن اوف ذا بنكرياس، تعرف فيري امبورتنت فور دايجستن، واضح؟ فهذه كلها وين موجوده؟ بالزيموجين جرانيول اللي موجوده وين؟ بالابكس مال السيل مال البنكرياس. هذه كلها تنفرز بعدين للدكت وتروح للسكند بارت اوف ديدينوم، كلها هذه الانزيمات اللي موجوده. السكريشن كنترول باي سكريتين اند كوليسيستوكاينين فروم ديودينال اند فيجاس نير. هذني ينفرز من السكند بارت اوف دين اول ما يوصل الفوت بارتيكلز او الماتيريال توصل للديودينال فيرست بارت ينفرز عندك ذا نيتو تايب سكريتين اند كوليسيستوكاينين من الديودينال او البيجاس نيرف، وهذه مهمه بعمليه الكونتراكشن اوف جول بلدر او السيلز هذا حتى يصير سكريشن الانزيم تو ذا ديودينال. سنترو اسينال سيل ار اند الانتركاليتد داكت manufactured a serous bicarbonate rich alkaline fluid. شنو فائده الانتركليتد او السيلز او الداكت لايننج سيل او السنترو اسينر سيل اللي هي تبدي اللايننج مال الداكتس؟ هي بتفرز لنا البايكربونيت يعني سبستانس، واضح؟ هذه ما تنزامها بس هذا البايكربونيت على متعادل
الماتيريال فهي بايكربونيت ريتش الكلاين فلويد. واضح المين بنكرياتك داكت جوز تو ذا، وين تروح للديودينم هاي تعرفونها بالاناتومي. هذه صوره توضح لك البنكرياس مكانها وين تقريبا بالاتاش للسكند بارت. هذا الهيد من اي دي، هذا مهم انه هذا هو الهيد البودي والتيل مال البنكرياس، وهذا هو السكند بارت اوف ديودينم. وشوفون هذه المين داكت، هذه المين داكت مال البنكرياس تحت ويامن والبايل داكت بيفور opening in the duodenal papilla or sphincter of Oddi هنا، وهذه الأمبولا اوفيتر هنا الأمبولا سايت duodenal papilla، وهنا الأمبولا سايت اوف ديودينم يسمونه والسفنكتر اوف اودي. واضح هذا السكند بارت اوف ديودينم سبي اوبننج. ممكن اكو سكند يسمونها اكسسوري بانكرياتيك داكت، ممكن تفتح بانذر بارت مو بنفس المكان اللي تفتح به الكومن بايل داكت والمين بانكرياتيك داكتس. واضح هذه يعني اناتوميك اللي تعرفوها. البنكرياس مثل ما حكينا بها اكسوكرين واندوكرين، هذه حكينا عليه نفس الصوره بس انه من يتكون واحد يعرف انه البنكرياس تكون تو تايب اللي هو اكسوكرين واندوكرين. الاكسوكرين سنثيسيس اند سكريت انزايم عن طريق الدكت سيستم، تعرفونه ما طول اكسوكرين معناها دكت سيستم مو عكس الاندوكرين اللي هو دايركت تو ذا بلس ستريم. ذات ار اسينشال فور دايجستين ان ذا انتستين. الاندوكرين بورشن سنثيسيس اند سكريت هرمون انتو ذا بلس ستريم تو ريجوليت، عادة هو ريجليت جلوكوز الليبيد اند بروتين ميتابوليزم. هذه الفانكشن مال الاندوكرين تعرفوها بعد، لانه اهم شيء عندي الانسولين والجلوكاكون هرمون اللي تنفرز من البنكرياتيك ايلت او الاندوكرين بورشن اوف ذا بنكرياس. الاكسوكرين كومباوند اسينس جلاند، هذه هي شوف هذه هي الاسينس جلاند، وقلنا تيوبولو او اسينو تيوبولر ستراكشر، هذه هي الاسينس يعتبر الاكسوكرين تكون من الاسينس جلاند. هذه ايلت اوف لينجرهانس ما لنا علاقه بها، موجوده منتشره بتوين ذا الاكسوكرين. فهذه هي الاسينس او الاسيناي، وهنا اللاينينج سيل، هذه سنترو اسينس سيل، هذه شوفوها اللاينينج سيل، هي من هنا يبدا عمليه الدك سيستم، من هنا يتكون شوفها من هنا بدايتها تبدي، وبعدين تكونت الانتركليتد داكت، وبعدين انترالوبيولار والانترالوبيولار مجموعه الانتركليتد تتجمع الصبين انترالوبيولار والانترالوبيولار كم وحده تتحد مع بعضها تصير انترلوبيولار، والانترلوبيولار كلها الصب مثل ما شفتوها وين بالمين بنكرياتيك داكتس. فهذه عندي هي الاسينر، هذه هي الاسينر، وهذه الايلت اوف لينجرهانس، وهذه السنتر اوسينر سيلز، وهذه السنتر اوسينر سيلز شكلها فلات مثل ما قلنا، وهذه تفرز لنا البايكربونات سبستانس، وهذه هي اللارج بنكرياتيك اسينر سيلز، هذه هي الفانكشنال يونت او الفانكشنال سيلز اسينر سيل. واحنا قلنا السيل بيزالي لوكيتد والزيموجين موجود وين؟ بالابكس حتى يصير دايركت سكريشن من الداكتس. واضح؟ فهذه البنكرياتيك اسينس، شوفوا البنكرياتيك اسينس سيل، هذه رف اندوبلازميك ريتيكولوم موجوده دار مدار النوكليوس كولجي ابريتوس، وهنا الزيموجين جرانيول صار بالابكس، حتى هنا يصير عاده دايركت سكريشن تو ذا السنتر او اللومن، وبعدين يروح بالدكت سيستم. واضح؟ ايتش اسيناي كونسيست اوف تقريبا 5 تو 8 بيراميدال سيل ذات سيت اون، يحيط بها البيزمنت ممبرين، هذه هي يحيط بها من الاوتر سيرفيس هو البيزمنت ممبرين، وسراوندد اسنترو سنترال لومن، ويتحيط هي بسنترال لومن. واضح؟ هذه هي الاسينر او الاكسوكرين بورشن اوف ذا بنكرياس. الاسينر سيل حكينا عليها هسه، قلنا بيزالي لوكيتد نيوكليا والرف اندوبلازم كنتيكولوم والزيموجين جرانيول كونتين دايجستيف انزيم موجوده بالابكس. سنترو اسينر سيل اللي هي لاين لومن، عندنا اسينر سيل وعندك سنترو اسينر. السنترو اسينر سيل هي اللاين مال الدكت، دير بالك لازم تعرفها. والاسينر سيل هي الفانكشنال يونت الفانكشنال سيلز اللي هي تابعه للاسينر الجلاند. فهذه اللاينينج لومن اوف ذا اسيناي، هاي اياها شوفوا، هذه هي السيل واضح تفرز لنا البايكربونيت واللي هي الكلاين كونتنت سكريت لارج اماونت اوف بايكربونيت. هذه الصوره هيستولوجي، ذاك رسم توضيح، هذا فعلا هيستولوجي اوف ذا بنكرياس. ولو شوف هنا هذا الاسينر، شوفوا هذه كلها الاسينر سيلز، شوفوا اللي حكينا عليها الدوام هي كلها الاسينرز والانتركليتد داكتس بيناتها، هذه شوفوا هذه داكتس هذه تقريب انترالوبيولار داكتس اللي تحيط بها دائما كونكتيف تيشو، لكن الداخل اللوبيول هنا تلقاها انتركليتد داكتس، هنا هذه انترالوبيولار
هذه اللي آيلت أوف لينجرهانس سوف تختلف، هذه آيلت أوف لينجرهانس واضح، هذه بلس سبلايم أنا علاقة بها، هذه آيلت أوف لينجرهانس وهذه هي الأسنر يونت وهي انتركاليتد داكتس. فعندك الاكسوكرين مثلا انتركاليتد داكت تروح للانترا لوبيولار بعدين انتر لوبيولار بعدين المين داكتس. فهذه مهمة الصورة تبقى ببالك. شوف اللي اللوبيول عن طريق مو قلنا احنا شنو البنكرياس يحيط بها كبسول والكبسول اكستند فروم ات سبتا، فهذه السبتا سيبريتد البارينكاما انتو مالتيبل لوبيول، هذه السبتا شوفوا اللي تمشي بين اللوبيول تقسم لك البنكرياس انتو مالتيبل لوبيولز واضح. فكل لوبيول تكون من مجموعه الاسيناي، الاسيناي تقريبا قلنا تتكون الاسينا الوحده، الاسينا الوحده تتكون من 5 تو 8 بيراميدال سيلز اللي هي اسينا سيلز. هذه نفس الصوره تقريبا بس هنا شويه اخذنا على الهاي باور، وهذه هي الداكتس اللي حكينا عليها واضح. هنا هذه الداكتس نسميها انترالوبيولار، انترالوبيولار ذا يحيط بها كونكتيف تشو، وذا هذه هنا بين الجلاند بين الاسيناي انتركليتد داكتس، انتركليتد داكتس انتركليتد داكتس واضح. فيعني انت تعرف انه هذه الانتركليتد داكت لاين تكون سمبل سكويموس ابيث اليد، يعني مو سكويموس مال سكن يعني سكوموييد لاين صار فلات يعني سمبل. الانترالوبيولار لاين وذ سمبل كيوبويدال شوي بدها تصير يعني اكثر ثيكنس واضح. الانترا او الانترلوبيولار لاين وذ سمبل كولومنر صار كولومنر، اذا بدينا من سكويموس يعني فلات تقريبا الى كيوبويدال شويه اعلى الى كولومنر ابيثيليال فاوند ان فايبرو كونكتيف تشو سبتا، تحط به عاده فايبرو كونكتيف تشو سبتا مو داخل اللوبيول. هاي انتركليتد داكتس شوفوها، هذه مثل ما قلنا انتركليتد داكتس، هاي وحده كذلك، هاي وحده واضح. هذه شوفوا هنا الاسينر سيل، هذه الصوره هاي باور وهذه هي الاسينر سيل شوفوها، هذه الاسينر سيل وهذا اللومن مالته تقريبا واللاينج سيل مال سنترو اسينر سيل، هذا باللومن. عاده انا عندي السيل وين لوكيتد النيوكليوس مالتها بالبيز، فما طول اجت هنا بالسنتر هذه مو النيوكليوس مال السيل مالتي، هذه مال السنترو اسينر يعني اللاينج مال الدكت الانتركليتد دكت واضح. فعلى البريفري هي الاسينر سيل وبالسنتر الموجوده هذه سنترو اسينر سيلز اللي هي مال الدكت سيستم. الاسينر سيل حكينا عليها وين الانزيمات اللي تفرزها وين موجوده النيوكليوس، والسنترو اسينر سيل كذلك ان اللاينج لومن اوف ذا اسيناي سكريت لارج اماونت اوف بايكربونات، هذه مهمه صور طلاب ممكن تجيك الامتحان وممكن تجيك عليها ام سي كيو وغيرها، تتصور ببالك ما تنساها انه البنكرياس كون مالتيبل لوبيول، اللوبيول كون مالتيبل اسيناي والاسيناي تكون من اسينك سيل وسنترو اسينر سيل باللومن موجوده. وهذه كذلك هم صوره توضح لك، شوفوا هنا شوفوا هذه الاسينر سيل وهذه السنترو اسينر سيل، شوفوا هذه اللومن، انا عندي هذه الاسيناي والسيل مالتها تكون عاده بالبيزل وهذه الزيموجين، شوفوا الجرانيول هذه، هذا الزيموجين اللي تتكون من مالتيبل انزيمز اللي حكينا عليها، شوف كلها جرانيولر، شوف السيتوبلازم الابيكس مالتها كلها جرانيولر والنيوكليوس صار بيزل لوكيتد، وهذا اللومن مالتها وشوفوا هذه الانتركليتد داكس، انتركليتد داكس ومجموعه من الانتركليتد كولي الانترالوبيولر. وهنا الصوره من الساعه شفناها تقريبا. هنا بس قبل لا شوفون هنا هذا الاكسوكرين وهاي تختلف السيل او الايلت تختلف تماما، هذه هي الايلت اوف لانجرهانس والاندوكرين بورشن تكون تشوفونها هايلي فاسكولار، هذه كلها بلاد فيزل، ليش؟ هو دايركت سكريشن تو ذا بلاد فيزل، فلذلك تكون السير كلها محاطه بدار ما داير كابيلاريز او بلاد فيزلز فنستريتد على مود دايركت سكريشن اوف ذا هرمونز تو ذا بلاد وذاوت داك، ما عندي داك سيستم هنا واضح، يختلف عن الاكسوكرين بورشن، هذا الاكسوكرين وهذا الاندوكرين بورشن اوف ذا بنكرياس. الاندوكرين البرنسبل فانكشن تو سكريت هرمونز ذات ريجوليت، اهم شيء هو البلد جلوكوز، واحد يصعد بلد جلوكوز واحد ينزل بلد جلوكوز وانذر هرمون يسوي ريجوليشن للتو هرمونز، اذا عندي تو هرمون واحد عفوا انسولين يقلل البلد جلوكوز جلوكاكون يزود حسب الحاجه اذا احتاج جلوكوز انا جلوكاكون ينفرز ويصعد لي البلد جلوكوز واكو
هرموني الفريز من دلتا سيل يشتغل انه كنترول ذا تو هرمونز. فهذه هي الايليت اوف لانجرهانس موجوده بالبنكرياس. هذه شوفوها الايليت اوف لانجرهانس اللي تكون من 3 تايب اوف ذا سيل، الفا والبيتا والدلتا. هتعرفوا انتم الماس اوف هي عباره عن الايليت عباره عن ماسس، يعني كتل كتل منتشره بين ذا بنكرياتيك بارينكايما. هايلي فاسكولار endocrine cell scattered throughout the pancreas, separated from the surrounding acinar cell with thin, يحيط بها طبعا يفصلها with thin capsule. هذه هو تشوفه مخليها يعني مربعات، هذا thin capsule يفصل ليها من الاكسوكرين بورشن. واضح؟ هذه الريتيكولا يتكون عادة من الريتيكولار فايبر. three cell type موجودة of islet of Langerhans الديستنجوش اونلي، ما تقدر تميزها بالهيستولوجي، لازم سبيشالستين يلا تميز انه هذه بيتا والفا ودلتا، بس انا هيستولوجيكلي ما اقدر اميز يا الالفا ويا البيتا، اشوفها كلها هي نفس تقريبا الشكل الخارجي. هذه الصوره اوضح، شوف الاليت اوف لانجرهانس، شوف الهايلي بلاد فيزل هايلي فاسكولار، واضح؟ هذه هي الاليت اوف لانجرهانس تختلف عن الاكسوكرين بورشن. هذه ماخذين سبيشال ميونستين للانسولين، يعني سبيشال انتي بودي تو ذا انسولين، فطلع لك الاميون رياكتيف فور انسولين سيل اللي هي بيتا سيلز، شوفوها. فهذه ماخذه جوزي، هذه هي البيتا سيلز، اللي ما ماخذه ممكن تكون الالفا او الدلتا سيلز، فلازم تستخدم سبيشالستين. شوفوا هذه الاكسوكرين بورشن، وهذه هي الاليت اوف بنك اوف لانجرهانس، وتشوفون اللي الانسولين سيل او البيتا سيل تقريبا مغطيه اغلب الايلت اللي تقريبا مثل ما قلنا تمثل 75%. فالسيل تايب اللي موجوده بالبنكرياس عندك الالفا سيل، هذه اللي مهمه يا طلاب اللي لازم تعرف انت ايلت اوف لانجرهانس منين تتكون. بنكرياس بيها تو تايب، على الاقل تعرف انه هي بيها اكسوكرين اندوكرين. الاندوكرين الايلت اوف لانجرهانس منين تتكون، 3 تايب اوف ذا سيل، الفا والبيتا والدلتا، بتعرف كل وحده البيرسنت مالتها وش تفرز والفانكشن مالتها. الالفا تقريبا 20% تمثل سكريت جلوكاكون، ووظيفته هو ريز او انكريز بلاد جلوكوز ليفل. البيتا سيل تقريبا 75% سكريت الانسولين، لور بلاد جلوكوز ليفل. والدلتا سيل سكريت سوماتوستاتين هرمون، هي تمثل تقريبا 5%. السوماتوستاتين انهبت ستاتين من اسمه انهبت فور جلوكاكون اند انسولين سكريشن، يعني حسب الحاجه اذا ما يحتاج انسولين انهبيشن، واذا قل معناه يصير اكسكريشن او انكريز سكريتد اوف اني هرمون حسب الديماند اوف ذا بودي. هذه هم كذلك صوره اذا جتك الصوره هذه تقول هذه البنكرياس، لان من شلون راح تعرف البنكرياس؟ لان باعتبار تكون تو تايب اللي هو اندوكرين والاكسوكرين اللي هي موجوده البنكرياس. هذا الاكسوكرين واضح بالاسنا سيلز، وهنا الاندوكرين بورشن اوف ذا بنكرياس. راح ناخذ الليفر طلاب، والليفر يعتبرون اللارج اورجان موجود اللي يعني اكسكريتري او قصدي اكسسري جلانس الموجود الجايتي. الليفر يتكون كذلك من اكسوكرين كذلك بورشن والاندوكرين. الاكسوكرين سينثيسيس اند سكريت بايل، يعني الوظيفه الضروري الاساسيه للاكسوكرين هو البايل سكريشن via the system of the duct that's essential for digestion in the intestine. والاندوكرين كذلك عنده بي فانكشنال اندوكرين اللي هو سنتس ان سكريت نيومرس بلازما بروتين انتو ذا بلاد ستريم لايك البومين فابرينوجين بروثرومبين سيلكت بروتين. فلارج نمبر اوف بروتين تنفرز من الليفر، تعرفون هو مصنع البروتين بالجسم هو الليفر. فهم من يجيك السؤال انه هو هم تو تايب بي، طبعا تو تايب اكسوكرين واندوكرين جلاند. الليفر از ا لارج جلاند ان ذا بودي، فعلا هي اكبر جلاند موجوده، يعتبرونها من الجلاندولار سيستم. اوكي من الجلاندولار سيستم، لا انت تاخذ جلاندولار، الليفر هم تعتبره جلاندولار لان هو هم اكسوكرين واندوكرين. الويت اباوت 500 يعني تقريبا كيلو ونص الوزن مالته. It has endocrine and exocrine function. Dense irregular connective tissue، هم بي connective tissue. كبسول يحيط بي dense thick connective tissue. نعم راجع الصورة هنا. شوفوا هذا، شوفوا thick كبسول يحيط بي، وهذا كذلك يقسمه من يدخل للداخل البارينكايما يقسم لك اياه الى multiple lobule.
dense irregular connective tissue capsule of the liver is loosely attached to the liver except at عادة هو loose attached مو tight attached to the liver structure ما عدا منطقة البورتال هيباتس اللي تدخل مثلا بلس سبلاي واللمفاتيك والبورتال فينس تدخل وتطلع البايل داكس انتر اور اكزيت جلاند هنا يكون tight attachment بس عادة هو loose attachment ريسيف الليبر يستقبل عندك يستقبل بلد منية من البورتال فين تقريبا 75% هاي مهمة يعني معظم البلد اللي يستخدم يستلم الليبر هو من البورتال فين يجي من الانتستين يعتبر كله محمل بالغذاء from the small intestine via the portal vein and يستخدم أو يستقبل الأكسجينيتد بلد كذلك from hepatic artery مثل 25% إذن هو مهم هذا مين يستلم دم تقريبا يعني 75% from portal vein واكسجينيتد بلاد يستلم من الهيباتيك ارتري تقريبا 25% الكونكتيف تيشو اليمنت ار سبير بالك اوف ذا ليفر از كومبوزد اوف ذا هيباتوسايت الكونكتيف تيشو الموجود بالداخل الليفر ستراكشر كلش قليل يقسم لي اياها المرطب واللوبيول راح تشوفوها هسه بالرسم كلش قليل خاصه بالبورتال ترايد موجود بس بين اللوبيول كلش قليل بينما البلك هو البارينكايما الهيباتوسايت سيل اللي مرتب على شكل سينوسويد غيرها والليفر هاز لوبيولر اورجانيزيشن يعني قسم الى لوبيول نفس مثل شلون بين البنكرياس السالفري جلاند كله يعني عن طريق الكونكتيف تيشو قسم الى مالتيبل اللوبيول كلاسيكال لوبيول بس هنا اللوبيول مرتب مو مثل اللوبيول اللي نشوفه باقي مثلا بنكرياس او سالفري جلاند لا مرتب على شكل هندسي اس هيكساجونال شكل سداسي واضح البورتال اريا او الترايد از وين موجود البورتال اريا هاي مهمه لازم تعرف البورتال اريا وين موجوده لان ممكن هواي راح تسمع ديزيز بالليفر يقول لك شوف البورتال اريا اكثر شو فلازم تعرف البورتال اريا ويسمونها ترايد ثلاثيه ترايد ليش ثلاثيه ممكن تكون ثلاث ثري لوبيول يكون لك هذا الشكل الثلاثي اللي بيناته از وير ثري كلاسيك لوبيول ار ان كونتاكت وذ ايتش اذر من تتحد ثري لوبيولز فراح يكون بيناتهم فراغ مثلث يسمونها الترايد مور كونكتيف تيشو اليمنت هنا اكثر شيء الكونكتيف تيشو موجود بريزنت هاوسز شبيهه هذه الترايد لذلك ممكن هي الترايد مثلثه سميناها مثلث هذا ديو تو ثري لوبيولز اوف ذا يعني هيباتيك لوبيول اتاتشمنت تو ايتش اذر هنا في المكان هذا او ممكن كذلك تحتوي على ثري بارتس او برانشز اوف هيباتيك ارتري تريبيوتاريز اوف بورتال فين وانتر لوبيولار بايل داكتس لمفاتيك فيزل كذلك فيها هم كذلك تحتوي على مالتيبلز خاصه ذن الثلاثه يمشون سوا اللي هي هيباتيك ارتري والتريبيوتاريز اوف بورتال فين وانتر لوبيولار بايل داكتس ذن الثلاثه يمشون سوا بالاضافه للمفاتيك فيزلز فهذه البورتال ترايد مهمه او البورتال اريا فيري امبورتنت وين تصير مكان اتحاد 3 لوبيول اوف ذا ليفر فهذه الليفر لو تشوفون هنا قلنا من البورتا هيباتس يدخل هاي بورتا هيباتس منطقه الدخول اللي يدخل عندي هيباتيك ارتري هذا مال الجنرال مال السيستمك سيركوليشن وعندي شوفوا البيج بلس سبلايمين يجيني من البورتال فين هيباتيك بورتال فين مثل 75% والكومن بايل داكس الكومن بايل داكس هنا طالعه شوف السهم يعني هنا الدخول وهنا بس بايل داكت طالع السكريشن مال بايل داكت يروح الكومن بايل واللي الجول بلادر وبعدين تعرفون يطلع للديودينم شوفون ذني ثلاثة تقريبا يمشن سوا يتوزعن يعني يمشن ثلاثة سوا ويطب اللوبيول والبورتال ترايد سوا شوف دائما هنا شوف هنا هذا بورتال ترايد موجودات ثلاثة هذا السينوسويد مال الفين مال اللوبيول بعدين راح ناخذ الصورة أوضح واضح فشوفون دائما يمشن هنا بالعكس راح من هالمكانات اللي هنا إذا بنى الدم به تقريبا ويجمع عند البايل راح يبدي الفينيول وتبدي عمليه تكوين الهيباتيك فين اللي يطلع من الليفر واضح يطلع من غير مكان هذا يصير عندك ايماجينيشن تصور عن الستركتشر او الليفر هذا الدكس سيستم كله لو تشوفونه والارتري والبورتال فين وهذا البارينكايما اللي باقي هو البارينكايما هذا هو الهكساجونال لوبيول هذا مهم حتى تتصور هو هذا الليفر شلون متكون مهم الايماجينيشن صوره مجسمه ثلاثيه الابعاد شوفها انه الليفر منين يتكون هذا هو هكساجونال سداسي شوفه
يعني هكساغونال. هذه المكانات شوف كل واحد تقريبا تحط بيش قد ست زوايا، اي هاي الزوايا، لان اذا يجي واحد ثاني هنا لوبيول ما راح يتحد هنا، راح تبقى هذا المكان وهذا من هنا راح يتحد واحد، فتصير هاي المنطقه المثلثه اللي التقوا بها 3 لوبيول اتش تو ايتش اذر تصير ترايد مثلثه، هذه هي تمشي بها الفين والارتري والبورتال فين والهيباتيك ارتري والدكت سيستم. شوفوا وهذا هو السنترال فينيول، هذه كلها الصب وين تجمع بالسنترال فينيول، السنترال فينيول يبدا عمليه تجميع وين للبورتال فين، واضحه كلها دايركشن مال الفلويد مالتها او البلد بهذا الاتجاه يروح باتجاه السينوسويد، بينما هيك هذا الاتجاه مالته بس العكس فقط البايل داكت سكريشن لا يجي بيتجمع منه ويصب هنا البايل داكت، الباقي لا الدايركشن مالته كلها توارد ذا سنتر اوف ذا، هذا السنترال فينيول مهم هذه. وطبعا اكو تقاسيم للليفر واللوبيول هذه يعني كاناتومي او هيستولوجي، اكو باقي فانكشنال يعني حسب كل مكان، اكو مثلا يقول لك هذه المنطقه فانكشنالي يعني اتا فانكشن مثلا البايل داكتس هذه اللوبيولار منين تجمع؟ يقول لك مثلا من هاي المنطقه، فهذه يسمونها لوبيول خاص لها. مثلا الارتري يا منطقه يجهزها هذا الفين او البورتال فين او الارتري، مثلا يجهز لك هذه المنطقه منها ومنطقه منها، فيسموها هاي منطقه متحده بارتري، هذه منطقه كلها متحده كفانكشنال مالتها هذا الارتري او الداكتس مال البايل داكتس او البورتال فين. فهذه كهيستولوجي هو هذا، بس هسه راح نشوف اكو تقاسيم اخرى لللوبيول حسب المشتركات. ممكن هسه انا صحيح كلوبيول واحد مشترك انا كستركتشر هيستولوجي، بس ممكن هالمنطقه تقول لك انا ما مشتركه وياك، انت هذا البورتال فين موجود بالترايل ما مشتركه، ما انت مو تجهز جهزني هذا، هذا يقول لك انا ما مشترك وياك هذا يجهزني. البايل داكس هنا مثلا يقول لك انا ما اصب هنا، انا اصب هنا في المكان هذا، فقصدي انه كستركتشر هذا، بس ممكن هذه المنطقه تشترك حتى مشتركات انه نفس البورتال مثلا البايل داكت او ممكن نفس البورتال فينز او الهيباتيك ارتري. بس هذا يصير عندك تصور والايماجينيشن، هذا السانسويد هذه اللي موجوده عندك وهذه البليت اللي تترتب ب السير، هذا الهيباتوسايت شلون ترتب على شكل بليتس، شوفها صفائح او البليت شوفها، وبيناتها السانسويد، انتم ماخذين الكلاسيفيكيشن مال البلاد فيزلز، عندك شو عندك؟ عندك ارتري وعندك فين وعندك سانسويد، واضح؟ السانسويد عاد تكون انفنستريتد يعني مثقبه بها كلش هواي، تختلف عن الارتري والفين، لها كلاسيفيكيشن خاص بها. فهذه هي هذه اللي تشوفها الفراغات هي السانسويد، وهذه البليتس هي مال البارينكايما مال الليفر، هي اللي بيها شنو بيها الهيباتوسايت، والبليت عاده تتكون من كثكنس خليه واحده او في بعض الاحيان اثنين، واضح؟ شوف هسه اغلب الاحيان واحده، بس هنا شوف مثلا اثنين واحده كثكنس، بس الطول مالتها لا ممكن اكثر، شوف كلش هواي مجموعه، وهي برانشنج ترى مو شوفها مرتبه برانشنج يعني مثل المتاهات بالضبط، متاهه هذا الصبب هذا، هذا يفتح هنا مسدود من هنا، بالضبط متاهات. اوكي طلاب، فالكلاسيك ليفر لوبيول بيزك فانكشنال يونت اوف ذا ليفر هي هذه الفانكشنال يونت اوف ذا ليفر. هنا عندنا انذر كلاسيفيكيشن مثل ما قلت لكم، اكو الكلاسيك لوبيول هذا اللي اخذناه، هذا الكلاسيك لوبيول اللي هو هكساكونال وسنترال فينيول والبورتال ترايد او البورتال كانال موجود على الحواف مالته، هنا نشوف الكلاسيك، اذا تسمع كلاسيك لوبيول او تسمع بورتال لوبيول او تسمع ليفر اسينس، يعني هذا قلت لكم كفاكشنال. هسه شوف ليش هيك يسموه او صنفوه، لان ممكن يصير عندك دامج اسكيميا تيومر، هذه تعرف انه هذا المكان مشترك بخاصيه محدده مشتركين بها هذه المنطقه، فممكن اذا صار اسكيميا هذه المنطقه، اذا صار ديفكت بالبلد فيزر ينطيك اسكيميا بهذه المنطقه، اذا عندك تيومر ممكن ينتشر عن طريق هذه الدكت، او يعني اذا اسكيميا عندي هذه المنطقه ممكن تموت تصير بها نكروتك، يعني هذا فانكشنال كلاسيفيكيشن يعني تقريبا. فعندك الكلاسيك لوبيول هذا اللي اخذناه، ايش بيه منين يتكون؟ سنترال فين ات سنتر، هذه سمي سنترال فين موجود بالسنتر بالضبط، هكساكونال فعلا سداسي هكساكونال، بورتال ترايد موجوده بالكورنر بالزوايا البورتال ترايد، هذا هو دائما تسمع به هو الهكساكونال او الكلاسيك لوبيول هذا مال الليفر. دائما من يقول لك مين تكون ليفر، تقول له مرتبط باللوبيول، من تحكي على اللوبيول تقول له كلاسيك لوبيول، بس يقول لك وانذر لوبيول ممكن كلاسيك انذر
يعني اركتكتشر، اذا صار عندي ايماجينيشن ممكن يصير اقدر اطلع انا بورتال لوبيول. هسه ليش بورتال لوبيول؟ خلينا نشوف بورتال ترايد تكون ات ذا سنتر، انا هذه بورتال ترايد صارت بالسنتر، تراينجولر ان شيب مو هكساجون صار مثلث، والحواف مالته والكوردنر تصير السنترال فينيول، يعني هذا السنترال فينيول وهذا وهذا تصير الكوردنر مالتي، وهذه المنطقه مشتركه بيمن انه هذا السنتر بورتال لوبيول، هذا السنتر مالته الترايد اللي بيها بورتال فين وارتري وباير مشتركين، انه هذه المنطقه الدرين مالتها منها اللي يجهزها، هذا يجهز هاي المنطقه وهذه كارتري او فين، والدرينج مال البايل بهالسنتر، فاحنا اشتركنا بهذه المكان مالتها. واضح؟ شوف شلون صار اشتراك، اشتراك بهالمنطقه. تجي للليفر اسيناي، ليفر اسينس الشورت اكسس مالتها هذه المحور القصير منين تكون برانشز اوف بورتال ترايد بتوين تو كلاسيك لوبيول. واضح؟ هنا بورتال ترايد، بورتال ترايد هذه بيناتهم، هذه الشورت اكسس، اللونج اكسس بتوين تو سنترال فين، هذا اللونج اكسس تو سنترال تكون عاده اوفال شيب، سنترال فين من هنا سنترال فين، وهنا الشورت اكسس هو بتوين تو بورتال ترايد او بورتال كانال. السنترال فين تيرمينيت ان سب لوبيولار فين، وين ينتهي السنترال فين مثل ما شفناه، وين ينتهي بالسب لوبيولار فين، ذيس فين ار جوينت ايتش اذر تو فورمينج هيباتيك فين، هذه كفين. شوف شو من ساعه الصوره قلنا ذني يتفرعين يصبون بعدين يتجمع الدم من اتين ويروح عن طريق الهيباتيك فين. زين ان كلاسيك لوبيول كونسبت بلاد فلو فروم بيرفري تو سنترال اوف ذا لوبيول، بالكلاسيك لوبيول هسه رايناكم يا الكلاسيك اول واحد، الكونسبت بلاد فلو فروم بيرفري تو ذا سنتر، صح لو لا؟ اذا نرجع الصوره هذا ومساء الصوره رايناكم اياها كذلك، هذه هنا البلاد فلو بالسنترال هذا كلاسيك لوبيول يجي منها من البيرفري للسنتر، واضح؟ وهنا يتجمع كله، واضح؟ فيجي مننا من البيرفرال للسنتر، واضح؟ البايل مانيفاكتشرد، البايل شلون؟ باي هيباتوسايت فلو ان اوبوزيت دايركشن ان سمول انتر سيلولار سبيسز، اكو فد سمول بين السبيسز بتوين ذا سيلز نون از بايل كانيكولي، وبعدين بانيكولي وين صب بالبورتال ترايد اللي موجوده، البايل انترالوبيولار بايل داكت موجوده البورتال ترايد، واضح؟ عن طريق ما تبدي اللي يسمونها بايل كانيكولي اللي موجوده، هي عباره عن سبيسز بتوين ذا سيلولار اللي هي باتوسايت سيلز. فالبايل بالعكس من السنتر ويجمع يطلع البريفري، بينما البلاد لا من البريفرال للسنتر. البورتال لوبيول البورتال لوبيول از تراينجولار ريجن حكينا عليها، البورتال لوبيول اذا تذكرونه من الساعه قلنا مو الكلاسيك لوبيول، البورتال لوبيول تراينجولار ريجن ذات بورتال اريا از لوكيتد ان ات السنتر اند السنترال فين راح يكون بالابسس مالته بالقواعد او بالقمم مالته الثلاثيه. الهيباتيك اسينا واضح، هذه از دايموند شفناها بيضاوي او دايموند شيب distinguishing the distributing artery located in the center of the sinus. إذا تذكرونه الأرتر صار بالسنتر، located in the center of the sinus. Three region of parenchyma surrounded the artery zone A واحد واثنين وثلاثة. هذه هو هذه هذا شوفوا، وهنا الأرتر صار بالسنتر هنا تقريبا، ويكون diamond shape. هذا يسمونه liver sinai. Hepatic sinai يسمون الاسينس اوف رابورت، والعالم رابورت اللي يسموه دايموند شيب ديستريبيوتنج ارتري لوكيتد ان ذا سنتر اوف ذا اسينس 3 ريجن اوف ذا بارينكايما سراوندد، يعني المنطقه الاولى زون 1 تجي بعدين زون 2 بعدين زون 3، لان هذه حتى بالاسكيميا اول ما يصير عندك اسكيميا تبدي بالبريفري، لان تعرف المنطقه القريبه عاده تتجهز بالبلد، بس ما يصير اسكيميا او ديستركت بالبلد تبدي بالمناطق البعيده بعدين تتقرب شوي شوي للمناطق القريبه على البلد. بسلس. شوف هنا التقريبا نفسه السنترال هذا الكلاسيك، وهذا حكينا عليه البورتال، وهذا البورتال اسينس،
وهذا البورتال لوبيولي. شوفوا هنا مشتركين مثلا هنا البايل يصب للسنتر والبلس سبلاي منها يطلع علي هذني، يعني من ثلاثه المشتركات انه تغذيتها منها ويصبن هنا. هذني لا من عندك مكانات بس كستركتشر مال البارينكاما ارنجمنت هيك صايره باعتبار منها ممكن يحط بها ثين كبسول. فهذا هو الكلاسيك المتعودين عليه، كلاسيك لوبيول هيباتيك لوبيول، وهذا البورتال لوبيول واكو البورتال اسيناي، هذا البورتال اسيناي. يعني هذا للعلم بس احنا عاده نفضل انه تعرفون الكلاسيك، بس ذني يعني للاطلاع للعلم وتعرفون انه هاي المناطق مشتركه بعده يعني مشتركات بينات، انه هذا ما يغذي بس هاي المنطقه باللوب مالته الخاصه. شوفوا هنا مثلا البورتال ارتر او الفين، او هنا ما يغذي بس هاي المنطقه، لا يغذي مناطق اخرى مجاوره منها ومنها، لذلك صارت ثلاثي هذا الشكل. هذا شوفوا هذا الشكل وكان ثلاثي تقريبا، واضح؟ الليفر is the space between the anastomosing blades of hepatocyte are occupied by hepatic sinus. تذكرون من ساعة شفناها البليت مال الهيباتوسايت وبيناتها الفراغات اللي نسميها السينوسويد. السينوسويد lining of the cell are fenestrated, are not in contact with each other. يعني السيل fenestrated مثقبة، واضح؟ Are not in contact with each other. They prevent direct contact between the blood and hepatocyte. هذه فائدتها هي الفينستريتد سيل، ما تمنع الاتاتشمنت اوف بلاد دايركت وذ هيباتوسايت، لا فصار هي طبقه لين وراها يجي وراها سبيس يسمونها سبيس اوف ديزي، هذا مهم اوف ديزي. يعني بعد ال السينوسويد لايننج سيلز الفينستريتد سيل حتى تمنع الاتاتشمنت دايركت اتاتشمنت بين البلاد اللي موجود بالسينوسويد والهيباتوسايت، اذا اكو فد سيل فينستريتد سيلز. بعد الفينستريتد راح يجيني فراغ spaces يسمونه space of disease. They prevent direct contact between the blood and hepatocyte. Resident microphage هنا الميكروفاجي اللي موجوده resident المقيمه بهالمكان هذه يسمى cover cells. خاف تسمع cover cells الموجوده بالليفر، هي عباره عن histiocyte cell او الميكروفاج، والميكروفاج اصلها مونوسايت. المونوسايت تعرف من تطلع خارج السيركوليشن يسمونها هيستيوسايت سيل، والهيستيوسايت يسموها عندها تسمى او الميكروفاج تسمى حسب مكان الاورجان. اذا بالليفر كفر سيلز، باللانج يسمونها الفيولار سيلز، بالليف نود والسبلين يسمون هيستيوسايت سيل والسكين هيستيوسايت، بغير مكان يسمونها السينوبات يسموها ميكروفاج سيلز. فهي نفسها الميكروفاج اللي جايتنا اصلا من المونوسايت الموجوده بالسيركوليشن، من تطلع يتغير شكلها تزداد اللايف سبان مالتها حياتها وقتها، الكباسيتي فور انجلفينج او ديستركتد اوف فورن سبستانس كذلك تزداد. فتعتبرهم ديفنس ميكانيزم موجوده انه يسمونها انتيجينيك بريزنتنج سيلز باعتبار هي موجوده بالخط الامامي مال الديفنس ميكانيزم، وتسوي لك انجلفينج لاي فورن سبستانس بكتيريا غيره فايرال غيره، وتسوي له بروسيسنج للسبستانس بعد ما سوي ديستركشن باللايزوزايم والفيجولايزوزيم لايزوزايم، وتسوي انه بعدين تاخذ الانتيجين بريزنتنج سبستانس اللي موجوده بهذا الفورن سبستانس وتسوي له اكسبرشن على السيرفس مالتها على مود بعدين تروح للميون سيستم وتعرضه على التي لمفوسايت حتى تتعرف عليه كفورن سبستانس، بعدين تكون سبيسيفيك اميون اجين سواء سيلر او هيومرال اميونيتي، فيسمونها انتيجين بريزنتنج سيلز. عفوا. The space that separated the sinusoidal or sinusoidal lining cell from hepatocyte is called perisinusoidal space. فالسبيس الموجود يفصل sinusoidal lining cell from hepatocyte is called perisinusoidal space or space of disease. Microvilli of hepatocyte occupied much of the space. هذا السبيس ايش بيه؟ بيه الميكروفيلاي اللي موجوده بالهيباتوسايت موجوده بهذا السبيس. تايب 3 كذلك كولاجين ذات بريزنت ان ذا سبيس سبورتنج اللاينج سيل. نو بيزل مو لامينا بروبري وانما في التايب اوف كولاجين موجود يسوي سبورتنج للسيلز هذه اللي تفرز اللي تفصل البلاد مال السينوسويد عن الهيباتوسايت. صار واضح عندك الطلاب، صار واضح عندكم الايماجينيشن على الستركتشر مال الليفر لوبيول. راح اراكم رسوم بس يعني هسه مبدئيا ما عندكم اشكال. نعم دكتور. واضح. اوكي. هذه راح شوي راح نوضح لكم يعني هذا مقطع ماخذينه باللوبيول، ولو تشوفون هنا ها الريتيكولار فايبر موجوده وهذه السينوسويدال ابيثيليوم
قلنا هذه الابيثيليال سيل اللاينج سينوسويد اللي قلنا فرستريتد نوت اتاتشد تو ايتش اذر ما متحده مع بعضها مكونه مخليه فراغات كلش كبيره حتى حريه الحركه حتى اللارج موليكول لان ممكن تحتاج بروتين غيرها تتحرك مكان لمكان. وهذا شو اسمه اللي قلنا عليه الريتيكولين فايبر او تايب 3 كولاجين فايبر موجود هنا سبورتنج للسيل. وهذا الفراغ اللي هذا الهيباتوسايت وهذه السينوسويدال سيل اللي تفصل هنا راح يصير البلد وهنا الهيباتوسايت ماكو اتاتشمنت مباشر بين البلد. هذا الفراغ اللي تشوفونه سبيس اوف ديزي هذا شوفوا ايش فيه فيلاي هذا المايكرو فيلاي اوف هيباتوسايت المايكرو فيلاي. هذه السيل شوفوا هذه السيل هيباتوسايت وهي جواها واحده هيباتوسايت وهذا اكو فد سبيس بتوين ذا هيباتوسايت واضح نسميه بلياري كانليكولي كانليكولاس واضح. شوفوا بين التو هيباتوسايت اكو فد راح تصير سبيس بيناتهم نسميه الكانليكولي واضح كانليكولاس. شوفوا هسه هذا شنو هسه هاي هذا الفراغ هذه السينوسويد هذه السينوسويد منها وهذه السير فينستريت السير اللاينج سينوسويد وهذا الهيباتوسايت. شوف بينات الفراغ هذا الفراغ نسميه سبيس اوف ديزي واضح سبيس اوف ديزي اللي بيه شفت متروسينو تقريبا اغلبه هو المايكرو فيلاي اوف هيباتوسايت. واضح طلاب هذا التصور واضح عندك قاعد تتصور؟ اوكي الليبر يعتبرونها فات ستورينج سيل موجوده قصدي اكو انذر سيل غير الكفر سيلز اللي حكينا عليها اكو بعد يسمونها فات ستورينج سيل يسمونها ايتو سيل مو لاعب ايتو خاف تسمع ايتو ايتو سيل اور ستيليت سيلز موجوده ماي بريزنت وين موجوده بالديزي اوف سبيس او سبيس ديزي اند ستور تخزن لنا الفيتامين اي واضح فات ستورينج سيل او تخاف تسمع ايتو سيلز وين موجوده موجوده بالسبيس اوف ديزي بالاضافه الى الكفر سيلز موجوده فضيفتها ستور فيتامين اي. بيت سيل ويتش ار ناتشورالي كيلر سيل ار اولسو موجوده ممكن اكو ناتشورال كيلر سيلز موجوده هم يسمونها بيت سيلز موجوده بالاضافه الى الكفر صار عندك ايتو سيل او بيت سيل موجوده بهالمكانات هذه. الهيباتوسايت ار بولي جونال سيل 20 الى 30 مايكرومتر دايمتر فورمينج انستموسينج بليدز حكينا من الساعه قلنا شلون مرتبه على شكل بليتس والبليتنج هاي ما جايه يعني ستريتد مستقيمه لا انستموسينج يعني واحد مرتبط ويا الثاني وهكذا. اذا نرجع على الصوره هسه اراويكم اياها هذه شوفوها هذه هي البليتس الهيباتوسايت سيل مرتبه على شكل بليت وهذه بليت انستموسينج شوف متفرعه واحد متصل ويا الثاني زين. اللاترال دومين بايل كانيكولي موجوده بالجوانب مالتها اتاتشمنت عندي موجوده الكانيكولي مايكرو فيلاي موجوده شفتوها وين موجوده بالسبيس اوف ديزي كومن كاركترستيك اوف لاترال دومين مالتها البايل كانيكولي بتوين هيباتوسايت ليدنج تو ذا هيباتيك داكس وذ سمبل كيوبويدال ابيثيليال. البايل كانيكولي موجوده بتوين تو سيلز اكو فراغات تتكون هيك على يعني وكانما بالانفاجينيشن بالسيتوبلازم فمكون فراغ صغير يسمونه بايل كانيكولي وبعدين يتحد كل مجموعه من الخلايا تسوي لي الهيباتيك داكس يعني الانترالوبي يعني البورتال اول مره بالبورتال ترايد وبعدين تتجمع تسوي لي هيباتيك داكس. الليبر سينوسويدال دومين اوف ذا سيل ممبرين هاف ماني مايكرو فيلاي قلنا موجوده المايكرو فيلاي موجوده بالسبيس اوف ديزي شفناها من ساعه او اكو اندوكرين سكريشن اوف هيباتوسايت ريليز هير هنا ليش هي بين مايكرو فيلاي لان الريليز مال الهيباتوسايت هنا راح اي اندوكرين سكريشن راح يصير هنا السكريشن مالتها عن طريق الميكروفيلاي بالسبيس اوف ديزي بعدين يروح للسيركوليشن. هيباتوسايت ار لارج سيل ويتش ار كونتينر اوف اندوبلازم كراتيكولام فري ريبوسوم سيفرال سيلز اوف كولجي ابريتوس سموث اندوبلازم كراتيكولام ميتوكوندريا اللي بدها هذه فانكشنال سيل هاي كلها لازم كونتينت مالتها.